أهلا بكم إلى الحدث المصري الذي يأتيكم هذه الأيام طوال هذا الأسبوع من استوديوهاتنا في دبي، وهو ساعة واحدة فقط اليوم، وسيكون من الغد ساعتين، وهو ذلك الوقت الذي اعتدتم عليه في الحدث المصري. أبدأ الحدث الأول في مصر من هذه الأخبار أو من هذه الاتهامات. هناك اتهام من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان، اتهم فيه القيادي في حركة فتح محمد دحلان بزرع عناصر في سيناء لزعزعة الأمن فيها بتمويل من دولة خليجية، مشيرا إلى احتمال تورط دحلان في حادث اختطاف الجنود. والكلام لسه مستمر للدكتور العريان في تصريحاته لصحيفة الحياة اللندنية اللي كانت بالأمس، أنه يجب فتح ملف تحركات عناصر حركة فتح الذين طردوا من قطاع غزة على حد تعبيره في عام 2006 عقب سيطرة حماس على القطاع. وأكد عصام العريان أن دحلان يحرك من 500 إلى 600 عنصر مسلح يعيثون فسادا في سيناء وينفق عليهم من خزائن دولة خليجية هو مقرب منها جدا. هذا هو الكلام الذي صرحه وقاله الدكتور عصام العريان. وهنا كان علينا أن لا نفوت هكذا اتهام، خصوصا أنه يأتي من شخصية لها وزنها السياسي في مصر، هو الدكتور عصام العريان القيادي في الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة، وهما الحاكمان الآن في مصر. إضافة إلى أن المتهم أيضا ليس نكرة، هو سياسي معروف وقيادي سابق في فتح وله تاريخه السياسي. نريد أن نعرف خصوصا في ظل تعتيم غير مبرر عن تفاصيل وكواليس الإفراج عن جنودنا، نحن نتتبع أي خيط يمكن أن يجيب على هذا السؤال الذي ما زال عالقا في شبه نصر أو نصف نصر أو نصف معلومات. نحن أفرجنا عن الجنود لكن حتى الآن ما احناش عارفين مين الخاطفين، وما فيش هناك شفافية من المسؤولين، وما فيش هناك معلومات. عشان كده لما الدكتور عصام العريان بقدره وقامته ووجوده في مصر يصرح هكذا تصريحات، علينا أن نفتح نقاش وأن نتحدث مع الأستاذ محمد دحلان عضو المجلس التشريعي القيادي السابق في حركة فتح رئيس الأمن الوقائي في غزة سابقا. أهلا بيك محمد دينا، ورتنا. أنا سعيد أن أنت موجود معايا. حقيقة أنت استمعت إلى هذه الاتهامات، قرأتها بالأمس على في الحياة اللندنية، وأنا عاوز أقول حاجة في البداية. الحقيقة أننا منذ أمس ونحن نتواصل مع الدكتور عصام العريان كلمناه كذا مرة ما ردش، بعتنا له 4 رسائل موجودين على تليفونه من تليفونات البروديوسر البرنامج ومن تليفونات المعد أحمد نجم، ولم يرد علينا حتى الآن. وبالتالي أنا أعلنها صراحة كما أعلنها دائما، أنا لا أتحمل من يتعمد تغييب نفسه في نقاش بهذه الحساسية يتعلق بقضية أمن قومي مصري، يتعلق بمسألة خاطفين بهذا الشكل. فنحن نبرئ ذمتنا، وأنا أبرئ ذمتي وأبرئ الحدث المصري من أن الدكتور السيد عصام العريان والدكتور عصام العريان مش موجود معنا. أنا عاوز أبدأ من هذا الملف. أنت تشكل 500 أو عندك 500 عنصر أو 600 عنصر موجودين في سيناء يعيشون فسادا في سيناء، وأنت وراء خطف الجنود المصريين. يعني كان أملي كما قلت أخي محمود أن يأتي العريان إلى هذا البرنامج حتى يغطي نفسه على الأقل، أو حتى يغطي جماعة الإخوان المسلمين التي تعودت أن تعيش على التهم والنميمة والدسائس وكل التهم للآخرين، وهم آخر طرف بعد هذه الفضائح التي ارتكبوها على مدى السنتين الماضيتين في مصر أن يأتوا ليغطوا أنفسهم. لكن زي ما بقول المثل المصري، اللي متغطي بالعريان عريان. يعني كان زمان يقولوا المتغطي بالأمريكان عريان، الآن إذا كان الإخوان المسلمين متغطين بالعريان فلا، يعني لهم الله. ثانيا، كل قضية الجنود أصبحت مكشوفة ومفضوحة. يعني لا أعرف من الذي خانه التعبير وخانه التقدير وخانه عبقرية في قدرة الإخوان المسلمين على نصب الدسائس أن يقعوا في هذا الشرك. أولا أنا لا أشغل أي منصب رسمي في السلطة. ثانيا أنا صديق كنت ولا زلت للشعب المصري الذي أقدر وأحترمه، أنا عشت في هذه البلد وأكلت من خيرها. ثالثا نحن نقدر تقديرا عاليا الجيش المصري العظيم الذي كان سندا ورافعة لنا كشعب فلسطيني على مدى كل السنوات الماضية. ولم يسجل أن اعتدى فلسطيني باستثناء حماس على أي جندي أو مواطن مصري طيلة فترة نضوجي السياسي.
أن يأتي هذا الاتهام من شخصية بطبيعة العريان والإخوان المسلمين فهذا يعني ليس جديدا. ثانيا أنا آثرت وتجنبت أن أدخل في مواجهات مع الإخوان المسلمين في مصر لأنه لا يوجد بيني وبينهم أي خلاف، لكنهم على الدوام كانوا يصطفوا إلى جانب حركة حماس حين كانت تتعمد قتل أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وكانوا يصدروا الفتاوى، ورغم ذلك لم ندخل في جدل معهم. لكن أن يأتي الحقيقة ساطعة ابتداء من اقتحام الحدود المصرية على يد حماس، ودخول قوات حماس إلى منطقة العريش ورفع علام حماس على المؤسسات المصرية في السابق قبل الانتفاضة وقبل الثورة الشعبية المصرية، ثم أن يقتلوا الجنود المصريين الأبطال في مدينة رفح والعريش في شهر رمضان، وأن يغلق الملف حتى الآن في عند الإخوان المسلمين وكانوا يسربوا أنني خلف هذه الأحداث، ثم أن يخطف جنود مصريون ويذهب إليهم شيوخ سلفيون وبعض جماعات الإخوان المسلمين من المعروفة أسماؤهم لدينا، ويفاوض هؤلاء الخاطفين، ثم يفرج عن المخطوفين ويختفي الخاطفون، ثم يأتي لنا العريان ليقول أنا محمد دحلان خلف هذا الأمر. هذا أمر مضحك ولا يستحق تفسره ولا يستحق يعني الرد هل على في أي تبرير أي التفسير يعني ما لا في هو شيء احتكاك مباشر بين الدكتور عصام العريان وبينك أو بين الإخوان وبين فتح؟ يعني إذا كان هناك خلاف بين فتح وحماس فيعني ده هي الأمر ما إحنا نتساءل ما الذي أدخل اسم محمد دحلان في جملة مفيدة تتعلق بموضوع خطف الجنود؟ أعطيني حدث الإخوان المسلمين ارتكبوه أو خطأ اقترفوه واعترفوا به في تاريخهم من سنة 1928. الإخوان المسلمين لا يعترفوا بأخطائهم، لكن الإخوان المسلمون في مصر وقفوا ضد فتح على الدوام وناصروا قتل أبناء فتح في قطاع غزة، لكن هذا أمر له علاقة بالتاريخ بالماضي. أن يأتوا الآن ويحاولوا أن يبرروا أخطائهم وجرائمهم ضد الشعب المصري الآن وضد الجيش المصري فهذا هو المفاجئ والمضحك في نفس الوقت. طيب إذا كانت هذه العقلية هي التي تحكم مصر فللأسف الشديد فيجب أن نضع أيدينا على قلوبنا على مستقبل مصر. إذا كانت هذه العقلية التي تعتقد أنها تستطيع أن تبني على أوهام وأكاذيب وإدعاءات ودسائس وأحقاد على الآخرين فعلى الدنيا السلام. طيب أنت مصر وقيادة مصر وقيادة الإخوان المسلمين يجب أن تجيب على الأسئلة الصعبة التي تواجههم بدلا من الهروب نحو اتهامات هنا وهناك. هم ومن ينتمي لهم ومن يلتصق بهم من التنظيمات المتطرفة هم نشأوا في عب الإخوان المسلمين وترعرعوا في أجواء الإخوان المسلمين. طيب وحتى هذه اللحظة لا زالت اتصالات الإخوان المسلمين مع هذه الجماعات المتطرفة التي تريد أن تحرج الجيش المصري العظيم وتورطه في رمال سيناء. طيب أنا عاوز عشان أكون دقيق مش عاوزين نتكلم عن الإخوان، أنا عاوز أتكلم على الدكتور عصام العريان فقط، لأني لو أنا هتكلم عن الإخوان كنا نجيبنا أي حد من الإخوان، لكن القضية تتعلق مع ما صرح به عصام العريان تجاه حضرتك تحديدا. وهنا أتحدث هذا ليس الاتهام الأول، كانت هناك اتهامات من بعض ناس من حماس قالوا إنه بعض المعلومات التي سربت لبعض الصحف المصرية التي تفصح عن طبيعة من كان وراء قتل ال 11 جندي في رمضان قبل الماضي انه محمد دحلان وراها، يريدوا تسويق العلاقة ما بين الشعب المصري وحماس، وبالتالي احنا مش امام اتهام واحد، يعني اسمك ذكر قبل كده في اتهامات. اولا انا لست في وضع ان ادافع عن اتهامات من اشخاص ليس لهم تاريخ ناصع او مشرف لكي يسمح الظرف لهم ان يتهموا شخص مثلي. أولا أنا علاقتي بالمؤسسة المصرية كانت جيدة كوني كنت أمثل السلطة الفلسطينية. ثانيا أنا منذ أن خرجت من في عام 87 من السجون المصرية لأن اعتقلت لأسباب إلى علاقة بالعمل التنظيمي والعمل العسكري، وأعطيت وعدا أن لا أعمل في الساحة المصرية في ذلك الوقت حين كان السيد مصطفى عبد القادر وزير الداخلية، أتحدى ليس الإخوان المسلمين لأنهم ليسوا طرفا للحكم على سلوكنا كفلسطينيين، الحكومة والمؤسسات المحترمة التي كانت في مصر والشخصيات الوازنة المحترمة ذات المصداقية في الحكومات المصرية المتتالية وفي الأجهزة المصرية المتتالية سواء أمن الدولة أو المخابرات، وبالتالي أنا لا أعطي حقا لهؤلاء المنبوذين أن يحكموا على سلوك أي فلسطيني سواء أنا أو غيري. ثانيا أن تأتي حماس لتقول هذا الكلام بالنسبة لي مفهوم، أنا حماس وضعتني خصما لها لأنها كانت تريد أن تقتل أبناء فتح وأنا أصمت وهذا لم أقبله، ودفعت عن أبناء فتح ودفعت الثمن
وأنا فخور بهذا الثمن لأن هذا دفاع عن أبناء فتح. لكن لا أريد أن أنكر الجراح الفلسطيني، الجرح الفلسطيني الآن. طيب. أتوجه ليس للعريان، لا، العريان وأخواتها، كل من هم في الإخوان المسلمين، من يقود الآن في مصر يقود مصر نحو كارثة وهاوية، رغم أنني لست الطرف الذي يجب أن يتحدث في هذا الأمر. نعم. ولكن أن يوجه الاتهامات إلى فلسطيني، ليس، أنا لا أذهب إلى مصر الآن بعد أن تسلموا الحكم حتى لا أحرج أصدقائي الذين كانوا في مؤسسات الدولة الأمنية. ثانيا، لا يوجد أي دليل، وإذا وجد هذا الدليل يجب أن يكون صادرا عن مؤسسات الدولة. ثالثا، الرئيس محمد مرسي هو رئيس الإخوان، هو رئيس من الإخوان المسلمين. أن يأتي مرة العريان ومرة المتغطي ليتهم ويسوق اتهامات، هذه ليست دولة، تحولت إلى عصابة. يعني هو بس ثم وأخيرا كل قضية ما يجري في سيناء معروفة ومكشوفة لدى الأجهزة الأمنية المصرية، لماذا لا يأتوا ويقولوا من الذي نفذ هذه العمليات؟ وأنا أتحدى الإخوان المسلمين أن يقفوا ويقولوا هذه الأسماء التي نفذت العمليات، لأنه سيتضح أن لهم علاقة بها لإحراج الجيش المصري ولتدمير هيبة الدولة المصرية ولتدمير هيبة الجيش المصري وللتصغير من قيمة مصر السياسية. الآن يأخذوا أنفسهم والشعب المصري الطيب العظيم الذي له كل التقدير والاحترام في كل العالم العربي وتحديدا في قلوب الشعب المصري، يأخذوه إلى زوايا ونحو المجهول، لا يأتوا ويصارحوا أنفسهم ويصارحوا الشعب المصري أنهم غير قادرين على تقديم حلول منطقية. طيب. وحلول تشفي غليل الشعب المصري. الحقيقة يعني بكرة ممكن يقولوا أن الشعب محمد دحلان ممكن يقول قطع الكهرباء في القاهرة مثلا، ما الذي يمنع ذلك؟ طيب، أنا برضو ما زلت يعني أقول جملة مهمة جدا لمن يتابعني الآن، أنه لو كانت هناك تلك المعلومات الكافية والشفافة في كشف الكواليس المخفية في الإفراج عن جنودنا وعودتهم سالمين، لو كان في إجابة على، يعني طالما ما فيش حوار ولا فيش عملية عسكرية، طب العملية تمت إزاي؟ هل في صفقة؟ هل في تفاصيل أخرى؟ ما كناش وقعدنا القعدة دي وتكلمنا مع السيد محمد دحلان بهذه التفاصيل. إحنا ما زلنا نتتبع أي خيط يمكن أن يجيب على هذا السؤال، ممكن أن يؤدي إلى الخاطفين فين، طالما عصام العريان بهذا الحجم الكبير السياسي لا يمكن أن يتحدث من فراغ. رجل ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ينتمي لحزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم والجماعة الحاكمة في مصر، أكيد عنده معلومات. لما يتهم محمد دحلان يبقى لازم نيجي ونسأل محمد دحلان بهذه التفاصيل. اسمح لي، أنا عاوز أخليك تسمع بعض ما قاله واحد من جنودنا الذين تم الإفراج عنهم في هذا الفيديو. مين كان زعيمهم؟ شكلهم ايه؟ متغمين. احنا متغمين طول الايام دي كلها. متغمين؟ متغمين. مشفتش اي حاجة؟ لا. هم سابوكوا؟ سابونا دول متغمين لما هم اختفوا وانا كشفت مش شفتهم. حاسس ان انت هترجع تاني؟ كنت حاسس انك هترجع تاني؟ لا كان خلاص كده شهادنا وخلاص. طب تعلمت ايه من الموقف اللي حصل لك؟ الحمد لله احنا قادرين برضه رجاله برضه نستحمل. مين اول واحد كلمكم بعد ما خرجتوا على طول؟ هو كله ضابط جيش، ضابط شرطه، ضابط جيش هو اللي لقاكم؟ لا انا انتوا رحتوا له ازاي؟ لما رمونا انا كنت رمونا في اول كتيبه. ده كان امتى؟ الفجر ولا مساء الثلاثاء الظهر؟ الاربع الصبح. الاربع الصبح انتوا رحتوا. طيب الحقيقة يعني اهو احنا شفنا الجندي اللي تم الافراج عنه، واحد من السبع جنود، لكن طبعا مفيش معلومات. الحقيقة مفيش معلومات، يعني حاولنا كتير جدا حتى نتكلم مع احد الشيوخ اللي هو كان وسيط من القطبيين الذين ما هم موجودين في سيناء، لكن برضو مفيش معلومات. عشان كده احنا بنرصد ونتتبع اي خيط. طيب خليني اتكلم منتهى الصراحة، تشعروا ان هناك معركة ضدك بالنيابة؟ يعني أن عصام العريان يقود معركة معك نيابة عن حماس؟ أنا بس بقول الجملة، لأن النهاردة الجملة دي اتكتبت. لا لا، أنت تفصل تشعر أنها كده؟ لا لا، المسألة ليست شعور، أنت تفصل فصلا تعسفيا وغير منطقيا وغير علميا بين الإخوان وبين حماس وبين العريان وبين الغير عريان. هؤلاء تنظيم إخوان مسلمين ملتزمين مبايعين بعضهم بعضا، ليس على حب الوطن وإنما على حب الجماعة ومصلحة الجماعة. وبالتالي حين كنا على خلاف مع حركة حماس، كان الإخوان المسلمين في مصر ضدنا بالمطلق، والإخوان المسلمين في المغرب وفي العراق
وفي تونس وفي كل مكان. هذا تنظيم لا يسمح لشخص مثلي أن يتجرأ ويقول الحقيقة، ولا يستوعب أنه شخص يقول لا للإخوان المسلمين، لأنهم يعتبروا أنهم الإخوان المسلمين وكلاء الله سبحانه وتعالى على الأرض وعلى الآخرين للسماء والطاعة. أنا تمردت على هذا الموقف وتمردت على هذا على هذا التكوين الذي أرادوا أن يضعوه تارة بالتهديد وتارة بالتخوين وتارة بالتكفير. أنا لم تبقى كلمة سيئة ضدي إلا وقالوها، ولا أريد أن أفتح طبيعة العلاقة بيني وبين حماس، ولكن على الدوام الإخوان المسلمين في مصر هم الداعم الحقيقي للإخوان المسلمين في مصر في 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 غزة، وكذلك في تونس. أنا كنت أسمع ناس في المغرب العربي تأتي على ذكر اسمي وهي لا تعرف نطق اسمي باللغة العربية لأنه محفظ تعميم. وبالمناسبة أنا كانت لدي معلومات مسبقة عن صدور التعميم من مكتب الإرشاد بخصوص تعميم بداية الهجوم علي، وهذه جاءت نصيحة من حركة حماس، على اعتبار حركة حماس يعني مبدعة في إدارة الشأن العام، على اعتبار أنها خلقت نموذج عظيم في قطاع غزة، نموذج عظيم قائم على الأنفاق طبعا. وبالتالي أي شخص ضد الإخوان المسلمين أقصد بما فيها حركة حماس هو عدو للإخوان المسلمين، وعليه أن يتحمل النتائج وعليه أن يتحمل تهم التخوين والتكفير. وأنا في اتفاق مكة أخي توفيق، أنا سألت أحد أعضاء الوفد وهو كبير وذات شأن عظيم، قلت له يا ظالم كيف تتجرأ ضميريا أن تتهمني أنا عندي أبراج في دبي؟ فقال لي بكل وضوح إنها الحرب يا أبو فادي ببساطة في مكة. فهؤلاء إذا خاصموا فجروا، وأنتم في مصر لا تعرفوا مخاطر الإخوان المسلمين. أنا لأول مرة أتحدث عن الإخوان المسلمين في مصر أو أتحدث بالتعميم عن الإخوان المسلمين. لا يعني أنا عاوز أخلي المصريين يتكلموا على الإخوان ثانيا أنا على خلاف وخصومة مع الإخوان المسلمين في غزة، ولكن أنا لست على خصومة مع الإخوان المسلمين في مصر. لكن أن يزج باسمي من العريان هذا الذي قلت أنه يمتلك معلومات، هو لا يمتلك شيء. هذا أنت وهمان. أنتم في مصر تعتقدوا أنه واحد زي العريان بيطلع لأنه يمتلك معلومات، هذا مسير بيجي تأمين بيقول كلمتين ويهرب كما هرب من هذه المقابلة هو وغيره. وبالمناسبة أنا أتحدى كل الإخوان المسلمين فيما يتعلق بقضايا مصر أن يأتوا أمامي وينظروا في عيني ويواجهوني، لسبب بسيط، لأنني ليس لأنني أمتلك الحقيقة، لأنني أنا ملتزم وطنيا أنا وكل فلسطيني بأن لا نعتدي على ذرة تراب مصرية. ومن اعتدى وسجل في تاريخه لأول مرة على التراب المصري وعلى الشعب المصري وعلى الجنود المصريين هم أبناؤهم وجماعتهم في قطاع غزة من حركة يعني حرس. لو حد هيجي من الدكتور عصام العريان أو غيره ويجلس معك على الهواء تقبل؟ أي وقت أي وقت. طيب. هي دعوة لأنهم يا أستاذ لأنهم هؤلاء بتعمدوا سرب خبر وروح اطلع دعاية. بس انا عاوز احفظ حقهم، يعني من يريد ان يجلس اي شخص مع السيد محمد دحلان على الهواء مباشرة ويتحدثوا في تلك الاتهامات هو يعني احنا حاضرين ونسعد بذلك ولا نغيب اي طرف باي حال من الاحوال. يعني طيب سؤال اخر، ماذا لو تحدى طلبت منك الاجهزة الامنية في مصر انك تروح عشان يتكلموا معاك مش يحققوا معاك في قضية اللي قالوا عصام العريان، تقبل؟ لا انا اقول لك اكثر من ذلك. الاجهزة الامنية في مصر تعرف من الذي اختطفه وتعرف من الذي قتل وتعرف من الذي هرب وتعرف من الذي فاوض وتعرف من الذي دخل الانفاق وتعرف من الذي خرج من الانفاق. انا كنت يعني في جهاز امني، وجهاز الامن المصري جهاز عظيم. وبالمناسبة اكثر من حافظه على حركة حماس هو جهاز المخابرات المصرية، الذين يعني خرجوا في مظاهرات لينكلوا بسمعة عمر سليمان رحمه الله. هؤلاء لا يحفظوا عهدا لا يحفظوا عهدا. ازاي؟ ولا يعترفوا بواجب. يعني هل عمر سليمان حافظ على حماس؟ طبعا. وعمر سليمان هرب لهم سلاح، وعمر سليمان هرب سمح بتهريب الأموال لهم. نعم. دي معلومات لأول مرة. لا وأنا يعني مستعد أقول لك أكثر. أن عمر سليمان أقول أكثر من ذلك. الآن هم يتحدثوا عن رئيس مبارك أنه شيطان. هذا شأن الشعب المصري وشأن الإخوان لا أتدخل فيه. والرئيس المصري هرب لهم أموال، وأنا كنت في إحدى الجلسات الرسمية أقدم شكوى ضد الوزير عمر سليمان إلى الرئيس مبارك عن تهريب السلاح إلى حماس لأنه استخدم ضدنا. قال يا محمد الرئيس مبارك إذا السلاح بروح باتجاه غزة المهم ما يقعدش في سيناء.
يعني وكان وزير الدفاع المصري حاضرا ورئيس الوزراء وهم احياء. طب باعتبارك كنت في جهاز يعني أمني. يعني انا لا اريد ان افتح هذا انا لا لا, 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 لا يوجد لدي تفسير بصراحه ما عندكش تفسير لا يوجد لدي تفسير سوى ان يعني ربما تستخدم ما لا اريد لا اريد ان افسر ولكن انا شاهد على هذا الحدث واليوم الرئيس السابق مبارك في السجن يعني انا لا اخطب وده في شيء ولكن على مدى السنوات التي كنت فيها في خلاف مع حماس لم يقصر عمر سليمان ولم يقصر الرئيس مبارك السابق يعني الاساس في كل الامور انه مش لانه راح الوزير عمر سليمان تتهموه ومش لانه مبارك اطيح به انا لا اقلل من رغبه الشعب المصري في انتزاع حريته من وكان في زمن الرئيس مبارك يعني اشياء كثيره الشعب المصري يستحق ظروفا افضل. هل في تنسيق هل في تنسيق بين جماعات جهاديه في فلسطين وجماعات جهاديه في سيناء؟ يعني تستطيع الاجهزه الامنيه ان تؤكد ذلك وانا انا لست في جهاز امني ما هم يضعوا محمد دحلان لا هم الان يضعوني في جو انني سوبرمان لدي 600 في سيناء احركهم ولدي 600 في ليبيا احركهم والرئيس الوزراء العراقي يقول ان دحلان يلعب في الساحه العراقيه ويعني شيء مضحك ومبكي في نفس الوقت دليل انه هذه الجهات الحزبيه الحاكمه مفلسه ليس لديها ما تقدم لشعبها بعد ما انذبح الشعب العربي ليقدم قيادات جديدة اكتشفوا أنهم أمام واقع مر وصعب يعني أعطيك مثلا في عجالة. الإخوان المسلمين في عجالة بدل ما يجوا يحكوا علي ويحكوا محمد دحلان يجاوبوا على الأسئلة الصعبة ليش مغلقين معبر رفح لليوم الإخوان المسلمين في مصر ولولوا وشكوا وبكوا وخرجوا مظاهرات في زمن مبارك مبارك راح ونظامه دفن فتحوه أعطى لا 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 اسأل اسماعيل هنيه طيب لا اسأل اسماعيل هنيه ثانيا 20 سنة إننا بنسمع عن كام ديفيد ويجب أن تلغى المعاهدة الآن الإخوان المسلمين في الحكم في تونس وفي مصر يتفضلوا يلغوا في مصر الاتفاق أنا لا أطالب بذلك وليس شأني ولست صاحب رأيي في هذا الأمر لأنه هذا يخص الشعب المصري أنا بس مش عاوز حد يقول ولكن نتكلم عن الشأن المصري أوكي لا لا من حقي بعد أن فتح الإخوان المسلمين هذا سيل من الأكاذيب ضدي من حقي أن أتكلم أنا صمدت 10 سنوات على ظلم الإخوان المسلمين للشعب الفلسطيني وعلى تشجيعهم للانقسام وعلى تشجيعهم لقتل وممارسة قتل من قبل حماس ضد أبناء فتح ولم أفتح فمي بكلمة لكن تيجي يا عريان انك تيجي بسهوله هيك تقول انا العب في سيناء وان العملاء اي عملاء حين كنا نواجه اسرائيل انتم كنتم مخبيين ما حدش بيزاود على وطنيتنا الحقيقه انا وأنت لذلك لا يوجد اجابات لدى الاخوان المسلمين بدوروا مره بتهموني مره بتهموا الامارات مره بتهموا كوستاريكا المهم مش هم المهم انهم غير متهمين طيب هم انقياء الحقيقة أنا سعدت بوجودك وما زلت أحفظ حق الدكتور عصام العريان وأحفظ حق الإخوان المسلمين في الرد على أي شيء قاله السيد محمد دحلان وأكرر مرة أخرى أنها لو كانت هناك معلومات تجيب عن الجزء الغائب في الإفراج عن جنودنا ما كنا تتبعنا أي خيط أو أي اتهام يأتي من ناس مهمين زي الدكتور عصام العريان يتهم السيد محمد دحلان بهذه الاتهامات وبالتالي نحن جلسنا وتحاورنا مع السيد محمد دحلان في كل الاتهامات التي وجهت إليه بهذا الشكل قال كلاما من يريد أن يرد عليه أهلا به من يريد أن يواجهه الرجل أعلنها صراحة إحنا جاهزين والحدث المصري يتسع للجميع وجملة أخيرة. إذا سمحت أخيرة أنا أوجه حديثي إلى وزير الدفاع المصري ولا كل الأجهزة الأمنية أنا أقصد المخابرات الحربية والمخابرات العامة لأن الداخلية دمروها الإخوان المسلمين ونهبوها أنا أقول لهم أنا مواطن فلسطيني حافظ على عهده كأي فلسطيني باتجاه مصر نحن لن نكون إلا رافع للشعب المصري كما كان على الدوام الشعب المصري رافع للشعب الفلسطيني ولن نكون أداة تخريب كما يريد الإخوان المسلمين أن يقنعوا فيها الشعب المصري أنا بشكرك سيد محمد دحلان بشكرك القائد السابق في فتح ورئيس الأمن الوقائي في غزة سابقا شكرا جزيلا لك شرفتني ونورتني أهلا وسهلا وسنخرج إلى فاصل بعد الفاصل سيكون مع الدكتور عمرو حمزاوي وسعادة اللواء كمال عامر ونتحدث عن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من السماح للجنود والشرطة في ممارسة حقوقهم السياسية وخصوصا التصويت جدل كبير ندخل إليه بعد الفاصل.